السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا المقطع. اسمي سهير، عمري 23 سنة، تخصص علم الأحياء، الدقيقة التطبيقية، مستوى ماستر. إذا في هذا الفيديو، في الجزء الثالث من سلسلة مقاطع دروس المناعة، في هذا الفيديو سنتكلم على مصدر الخلايا المناعية. ما هي الخلية التي تنتج لنا الخلايا المناعية؟ هي تسمى بالخلية الأم لأن هذه الخلية الأم تقوم بإنتاج جميع الخلايا المناعية التي نعرفها والتي سنذكرها الآن. تسمى هذه الخلية باللغة الإنجليزية hematopoietic stem cell، باللغة العربية تسمى بالخلايا الجذعية. جميع الخلايا المناعية التي نعرفها مصدرها هو نخاع العظام. الخلايا الجذعية أيضا تسمى باللغة الإنجليزية pluripotent، الخلايا متعددة المهام. ماذا نسميها ببلوري بيوتونت؟ لأنها تستطيع أن تعطينا أيضا وتنقسم إلى عدة خلايا أخرى، لأن من خلية واحدة يمكنها أن تعطينا العديد من الخلايا الأخرى. أول خلية التي سنذكرها هي الخلايا المنتجة للمفاويات، باللغة الإنجليزية تسمى لمفوتيك بروجينيتور. هذه الخلايا اللمفاوية تعطينا نوعين من الخلايا. أول خلية هي تسمى بالخلية البائية التي نعرفها خلية بي. هذه الخلية بي تتميز تصبح بلازموسيت أو خلية بلازمية، تسمى بي خلايا بلازمية. خلايا بلازمية تعطينا فيما بعد الأجسام المضادة أو كما نعرفها بالأنتيكور أو الأنتي بادي. ثاني شيء تعطينا نوع من الخلايا يسمى بالأنكار و تي بروجينيتور أو القاتلات الطبيعية والخلايا التائية أو تي المنتجة لها. هذه الخلية تقوم بإنتاج لنا الأنكا ناتشورال كيرا، الخلايا القاتلة الطبيعية، واللمفويات تي. إذا تعطينا ناتشورال كيرا التي تتدخل ناتشورال كيرا أو الأنكا تتدخل في ظاهرة الأبوبتوزيس أو موت الخلايا المبرمج. تعطينا أيضا هذه الخلية خلية تسمى بالخلية تي زيرو أو تي نايف أو تي ال غير ناضجة. هذه التائية غير فعالة، لكن عندما يعني دورها يكون أكثر كخلية مؤثرة. كيف ذلك؟ تعطينا هذه الخلايا تي اش 1 وتي اش 2 وعديد من تي اش، تسمى اختصار لتي هيلبر أو الخلية تي المساعدة. مثلا تي اش 2 تي اش تي هيلبر 2 تقوم ب تحفيز الخلايا البائية للتميز لتصبح لنا خلية بلازمية وبالتالي تنتج الأنتي بودي. لهذا تسمى بهذه الخلايا تكون أكثر تي أو الخلايا المؤثرة، تكون خلايا مؤثرة من أنها تكون أو تتدخل مباشرة في قتل، تتدخل بشكل غير مباشر في قتل الكائنات الضارة أو الكائنات التي اجتاحت الجسم الخاص بك والتي أثارت الاستجابة المناعية لديك. إذا هذا ما تنتج لنا الخلايا المنتجة للمفاويات لمفوتيك بروجينيتور. نذهب الآن إلى النوع الثاني وهي الخلايا المنتجة للخلايا النخاعية مايلويد بروجينيتور باللغة الإنجليزية. أعطينا أيضا نوعين من الخلايا. أول تنتج لنا خلية أنكوني أو غير معروفة. وهي أيضا خلية منتجة سوف تعطينا خلايا أخرى، وتنتج أيضا لنا الخلايا المحببة أو جرانيلوسايتس باللغة الإنجليزية. لماذا تسمى بالخلايا المحببة؟ لأنها تحتوي على نواة كبيرة وأيضا تحتوي على أجزاء من النواة أو أجزاء نووية داخلها. هذه الخلايا المحببة أو الجرانيلوسايت تنتج لنا هذه الخلايا. أول خلية تسمى لنا البازوفيل أو الخلية القاعدية. ثاني خلية تسمى بالنيوتروفيل أو الخلايا المعتدلة. ثالث نوع من الخلايا تسمى بإيوزينوفيل أو الخلايا الحمضية. إذا تعطينا هذه أو الخلايا المحببة تعطينا ثلاث نوع من الخلايا: الخلايا الحمضية، الخلايا المعتدلة، والخلايا العقاعدية. هذه الثلاث خلايا هي أنواع أو أنواع من الكريات الدم البيضاء. ثاني شيء تسمى بالخلايا الغير معروفة. بعضها تعطينا الخلايا الغير معروفة تعطينا خلايا تسمى بالمونوسايت أو الخلية الوحيدة. هذه الخلايا الوحيدة أيضا تعطينا ثلاث أنواع من الخلايا الأخرى بالطبع. أول شيء تعطينا البالعات، كما نعرفه نحن بالماكروفيج باللغة الإنجليزية البالعة. ثم تعطينا الخلايا البدينة ماست سيل
انها يعني لماذا تسمى بالخلية البنينة؟ لأنها أكبرهم في الحجم، يعني حجمها كبير بالمقارنة مع الخلايا الأخرى. ثم الخلايا الجذعية أو دونتريتيك سيل، إذا هذه أنواع ثلاث من الخلايا التي تعطينا لنا المونوسايت التي تأتينا من الخلايا الغير معروفة أو unknown progenitor، خلايا منتجة غير معروفة. نذهب الآن إلى النوع الثالث، هما يعني لا يتدخلون بشكل مباشر في المناعة لكنهم لا يقل أهمية يعني في نقل الخلايا، لأننا في الخلايا المناعية تنتقل عبر الوعاء الدموي ثم تنتقل إلى الانسجة المصابة، هي الخلايا المنتجة لكريات الدم الحمراء أو تسمى بـ erythroid progenitor. إذا هذه الخلايا تعطينا نوعين من الخلايا الأخرى، erythroid erythroblast تسمى بالـ erythroblast، يعني لم أجد لها معنى باللغة العربية، لكن هذه الخلايا هي ما تعطي اللون الأحمر للدم. وثانية خلايا تسمى بالميغا كاريوسيتس. تدخل يعني ميغا كاريوسيتس، أرجو أن يكون هذا الخط معروف، يعني تظهر لي كأنها كتابة غير مخفية. تسمى ميغا كاريوسيتس وإريثروبلاست. ميغا كاريوسيتس هي موجودة مسؤولة عن الصفائح الدموية، إريثروبلاست هي مسؤولة عن إنتاج الهيموغلوبين، خلايا الدم، في الخلايا الدموية وخلايا كريات الدم عذرا. اذا هذو جميع الخلايا او الخلايا المناعيه التي لدينا في يعني في التي تدخل في الاستجابه المناعيه. كما تلاحظون هناك يعني خلايا تحت يعني تكون فقط في الاستجابه الالتهابيه او اللحظيه، او خلايا ايضا تكون في الاستجابه يعني التي الاستجابه الخلويه او الخلطيه، يعني الاستجابه الادابتيف، الخط الثالث من الدفاع الخاص بين استجابة خلوية وخلطية وأيضا استجابة التهابية. ويوجد أيضا خلايا تتدخل ما بينهما أيضا، يعني توجد في الاستجابة الأولى والالتهابية وتوجد أيضا في الاستجابة الخلوية الخلطية أو الخلطية. نذهب الآن إلى يعني نتفصل في كل خلية من الخلايا التي ذكرناها هنا، سألقاكم بعد يعني تكلمنا منذ قليل على يعني جميع الخلايا المناعية والمصدر الخاص بها، والآن سوف نتكلم يعني على كل خلية، يعني ما هو دور كل، الآن سنتكلم على ما هو دور كل خلية في الجسم. الآن سنبدأ أول شيء بخلايا الدم البيضاء التي ذكرناها منذ قليل، وهي مصدرها الغرانيلوسيت، والخلايا يعني مصدرها هو الخلايا المحببة. غرانيلوسيت تعطينا أول شيء خلايا قاعدية. هذه الخلايا القاعدية تنتقل، هي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء، تنتقل من الدم إلى الأنسجة، تنتقل من الدم إلى الأنسجة، تهاجم غالبا البكتيريا مباشرة، يعني تهاجم الكائن الضار مباشرة، البكتيريا فيروس، يعني بالأكثر هي تهاجم البكتيريا وأيضا تهاجم الفيروسات. هذا نوع من الخلايا الدم البيضاء. نذهب إلى نوع ثاني وهو يسمى بالخلايا المعتدلة، نيوتروفيل. هذا هو أيضا ينتقل من الدم إلى الأنسجة، وايضا يسمى يعني وايضا هو يوجد يعني تقريبا هو اكثر خلايا الدم او اكثر انواع كريات الدم البيضاء المتواجده في دمنا بحوالي نسبه يعني 70% في الدم، يعني 70% من كريات الدم البيضاء المتواجده في يعني في دورتك الدمويه يكون نوعها النيوتروفيل. النيوتروفيل ايضا هي خلايا تقوم بمهاجمه الفيروسات والبكتيريا وايضا الفطر فيروس فطر. نذهب إلى النوع الثالث من الخلايا وهو الخلايا الحمضية. سنقوم بشرح الخلايا الحمضية أكثر وأكثر.
خلايا الحمضية هي يعني نوع من نوع كريات الدم الأبيض والبيضاء أيضا، وتكون أيضا تنتقل إلى الأنسجة، ولكن عملها أكثر هو يكون مثل عمله يكون بالتعاون مع الجسم المغطي. كيف؟ مثلا لدينا يعني كيف هو يقوم بالاتحاد مع الأجسام، يتحد مع الأجسام المغطى أيضا، يكون ضد الدود worms. كيف يكون ضد الدود؟ مثلا نقول ان هذه يعني هذه الدودة التي دخلت الى يعني جسمك واثرت استجابة مناعية، ماذا سيفعل الجسم الخاص بك؟ سيقوم بافراز الانتي بودي او الاجسام المضادة. هذه الاجسام المضادة ماذا سوف تقوم؟ سوف تقوم باحاطة الدودة حتى تمنعها من ايضا التكاثر او الانتقال الى يعني الانسجة الاخرى، يعني تقوم انسجة مثل تثبيطها عن العمل. اذا يقوم اول شيء الانتيكور او الاجسام المضادة باحاطة بالدودة الخاصة، باحاطة بهذه الدودة حتى يمنعها من التحكم. ماذا تأتي؟ تأتي هذه الخلايا الدم او الكريات الدم البيضاء تسمى الخلايا الحمضية بيوزينوفيل، تتحد هنا مع الخلايا لديها يعني ريسبتور او لديها نوع من المستقبلات النوعيه مع هذه الانتيكور هكذا. ثم ماذا ستقوم هذه الخلايا يعني الحمضيه عندما تقوم بالاتحاد مع الانتيكور؟ تشكيل هكذا، تشكل كانه معقد، ثم تقوم بارسال سبستانس او مواد كيميائيه حامضه على هذه الدوده، ثم تقوم يعني هذه المواد الحمضيه تقوم باحداث ثقوب على الجدار الخارجي لهذه الدوده، وبالتالي سوف تموت هذه الدوده بظاهره الصدمه الحلوليه. اذا هكذا تعمل هذه الخلايا الحمضيه مع يعني تكون متحده مع الاجسام المضاده، لهذا يطلقون عليها يعني تطلق عليها ايضا بالاي سي سي انتي بودي سيلر سيتوتوكسيك، اختصار لسيتوتوكسيك، اي انها تتفاعل مع الاجسام المضاده وتصبح سامة. إذا هذون ثلاث أنواع من الخلايا المحببة الجرانيلوسايتس، كل هذه الخلايا هي أنواع من الخلايا أو أنواع من كريات الدم البيضاء. إذا سنذهب الآن إلى المونوسايتس، الخلايا الوحيدة التي تنتج عنها الخلايا الغير محببة. الخلايا الوحيدة وأنواع الخلايا التي تنتجها لنا هذه الخلايا الوحيدة، أول شيء هو تسمى بخلايا جذعية أو دندريتيك سيل. الخلايا الجذعية، إذا الخلايا الجذعية ما تهاجم الخلايا الجذعية هي أيضا نوع من أنواع البالئات، بل هي خلايا عملها مثل عمل البالعة في بعض يعني الأحيان، لكن يعني دورها المهم هو كخلايا عارضة أو كما تسمى بال IPC Antigen Presentary Cellular هو اختصارها، تسمى كخلايا يعني خلايا بالعية، تقوم يعني ابتلاع بكتيريا مباشرة، تقوم ابتلاع يعني ذلك الكائن الفار مباشرة أو ابتلاع الأجزاء التي تكون متواجدة على مستوى الخلية أو يعني مستوى جسمك أو مكان يعني حدوث تلك العدوى. لكن هي عملها يعني عملها المهم أكثر من أنها تكون مجرد بالعية عارضة. كيف تقوم تلك الخلية العارضة؟ مثلا يقول أن هذه ماذا سوف تقوم؟ ستقوم هذه الخلية مثلا، نقول أن هذا هو يعني هذه البكتيريا هي من دخلت إلى يعني جسمك على سبيل المثال، ثم سوف تأتي هذه الخلية أو كما نسميها نحن بالدندريتيك سيل الخلية الجذعية، تقوم بعد هذه الخلية بابتلاع هذه البكتيريا
بعد ماذا سوف تقوم؟ سوف تقوم هذه الخلية ب أو الخلية الجذعية بهضمها هضم جزئي فقط، يعني تقوم بتفكيكها. مثلا تصبح الصوت الخاص بهذه البكتيريا هنا، ثم يصبح الأضي يعني المورثة الخاصة بها هنا، ثم تصبح مثلا مكوناتها تصبح مثلا في الخلية هكذا كأجزاء. ماذا سوف تفعل هذه الخلية؟ سوف هذه الخلية سوف تأخذ جزء من هذه الأجزاء الموجودة هنا وسوف تضعها على أحد المستقبلات الخاصة بها التي تسمى ب CRH2 أو 2 هكذا. ثم ماذا سوف تفعل؟ سوف تقوم بعرضها هنا هكذا على سطحها، وهذا ما يسمى بالمستضد. لتقوم بعرض المستضد على سطحها، يعني تأخذ جزء من هذه الخلية ثم تضعها على المستقبل الخاص به وهو CRH2، ثم تضعه هنا يعني لتتعرف عليه الخلايا البلعة والخلايا التائية أيضا، لأن فورما تتعرف عليه الخلايا الأخرى سوف تقوم تلك الخلايا خاصة الخلايا التائية بإفراز يعني مواد كيميائية في الجسم لتحفز على تكاثر الخلايا المناعية. إذا هي تكون خلية عارضة أكثر من أن تكون خلية بلعة. نذهب ثانيا إلى الماكروفيج أو الخلايا البلعة. أكثر الخلايا يعني هي معروفة في المناعة، الخلايا البلعة يعني عملها يعني بدون ما نذكرها هو عبارة عن بلعة، لكنها يعني تقوم إما بابتلاع الكائن الضار كليا يعني 100% تبتلع كل ما، أو تقوم بابتلاع أجزاء واحدة من يعني واحدة منهما. إذن هذه الخلايا البلعة هي أيضا تنتقل من الدم إلى الأنسجة، يعني في حال حدوث العدوى سوف تنتقل هذه الخلية البلعة من الدم إلى الأنسجة. لكن يعني نوضح بعض الأمور في الدم. عندما تكون الماكروفاج عندما تكون في الدم فهي لا تسمى بالخلايا البلعة، بل تسمى بالخلايا مونوسايتس أو الخلايا الوحيدة. في الدم فهي تسمى بالخلايا الوحيدة، لكن فور انتقالها من الدم إلى الأنسجة فهي تسمى بالخلايا البلعية. يعني اسمها يعتمد على مكان تواجدها. إذا كانت في الدم سوف تسمى بالخلية الوحيدة المونوسايت، إذا كانت في الأنسجة سوف تسمى بالخلايا البلعية. وأيضا يعني اسمها تقريبا يختلف من مكان إلى آخر. مثلا إذا كانت في العظام وكانت في أنسجة العظام سوف تسمى بالأوستيوكلاست، إذا كانت في العظام فهي تسمى بأوستيوكلاست. أوستيوكلاست على سبيل المثال. إذا كانت في الرئة فهي تسمى بالألفيولار، إذا كانت في الرئة هي تسمى بالألفيولار هكذا. يعني يعتمد يعني اسمها يعتمد على مكان التواجد الخاص بها. كما قلنا فيها خلايا، يعني قلنا بأنها خلايا بلعة تقوم بابتلاع يعني الكائن الضار 100% كله أو الأجزاء الذي تركها ذلك الكائن الضار في مكان ذاته الخاص به. وإذا تقوم يعني ابتلاع المعقدات مثل معقد مناعي يعني الذي يحدث بين يعني بين الأنتيجين والأنتيكو، يعني بين الأنتيجين والأنتيكو بين المستضد والجسم المضاد، عندما تحدث ذلك المعقد فهو أيضا يبتلع. يعني لديها العديد من الوظائف الأخرى غير أنها يعني تقوم بابتلاع الكائن الضار مباشرة. نذهب إلى الخلية الأخيرة تسمى بالماست سيل أو بالخلية البدينة. نذهب ثالث خلية وهي الخلايا البدينة. الخلايا البدينة تفرز لنا أحد المواد الكيميائية التي تسمى بالهيستامين، وهي أحد أسباب الحساسية التي تحدث لك فورا ما يعني تنجرح أو ذلك الجرح الذي يكون في يدك يكون عميق.
فهي تقوم بإفراز الهيستامين، وهذا الهيستامين ماذا يسبب؟ هذا الهيستامين اتساع الوعاء الدموي حتى يستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من كريات الدم البيضاء والبلعات. تستطيع اتساع يعني تلك المكان عندي هو يحدث في الاستجابة الالتهابية. عندما يقوم بفراز الهيستامين فهو تحت تلك الحساسية، احمرار المكان وأيضا خروج القيء وغيرها، يعني احمرار ذلك المكان وأيضا الألم الذي حدث في ذلك المكان وأيضا ارتفاع درجة الحرارة في ذلك المكان كله بسبب الهيستامين. إذا هو من يقوم بتسبب تلك الحساسية في حال حدوثك يعني حدث لك جرح أو عدوى. إذن هو يعني الخلايا البدينة أو الماست سيلز لا تقوم فقط بإفراز الهيستامين، العديد من المواد الكيميائية الأخرى مثل الهيبارين، الهيربين وأيضا السيروتينين هو يعني من يقوم ب يعني كما نقول بالضغط على الزناد عندما تحدث لك يعني شيء يقوم ب كما نقول شيء يقوم باستفزاز الحساسية لديك، يعني كما نقول بروفوك، يعني شيء يقوم بإخراج الحساسية الخاصة بك. يعني مثلا إذا لديك حساسية ضد الورد، عندما تقترب من ذلك الورد فإن الهيستامين يعني الماست سيل تقوم بإفراز السيروتونين، بالتالي سوف تحدث لك الألرجي أو تلك الحساسية. أيضا يقوم بإفراز مادة الهيبارين الذي ذكرناها، والتي هي أحد المكونات الهامة في يعني التي يفرزها هذه الخليه لانها تمنع ترجمة الدم. وايضا يوجد مدى اهميتها من انهم قاموا يعني صنع نفس الدواء الذي تقوم بافرازه الخليه البدينه. اذا كان هذا كل شيء او كان هذا كل ما يوجد في الخلايا الوحيده، نذهب الان الى الخلايا اللمفاويه او التي تنتجها الخلايا اللمفاويه. لنذهب الى الخلايا الاخيره وهي اللمفويد بروجينيتور او الخلايا اللمفاوية. إن نذهب معنا الخلية الأولى وهي الخلايا البائية. ستير هو نوع من الخلايا وهي الخلايا البائية. إن الخلايا البائية ما هي أهميتها؟ كما نعرف هي تقوم بالتمييز إلى خلايا بلازمية وبلازموسيت. هذه الخلايا البلازمية تنتج لنا الأجسام المضادة الأنتيبادي. هذه الأجسام المضادة هي يعني أهميتها الكبرى أنها تقوم يعني إما بإزالة ذلك الكائن الضار أو أنها تقوم ب يعني تثبيته أو احتواء ذلك الكائن الضار وإدخاله في يعني كما نقول في حجر صحي، يمنعه من التكاثر، يمنعه من التمييز، يمنعه من إحداث يعني أضرار. ثم تأتي البالعة وتقوم بإبتلاع ذلك المعقد، يعني المعقد الأنتيجين أنتيكور، المعقد المستعرض مولد الضد أو مستعرض مع الجسم المضاد. ثاني شيء وهي الناتشورال كيلر أو الخلايا القاتلة الطبيعية. يعني ناتشورال كيلر تدخل يعني في موت الخلايا المبرمجة أو كما تسمى بالأبوبتوزيس. وهي أيضا تقوم لا تقوم بمهاجمة ذلك الكائن الضار مباشرة، بل تقوم بمهاجمة الخلايا المصابة. كيف تقوم يعني بمهاجمة الخلايا المصابة؟ خاصة يعني السرطان، يعني كانت ذلك المصابة الخلية المصابة أو الأورام. يعني تقوم بمهاجمة نوعين هذا النوعين من الخلايا. كيف تقوم؟ مثلا نقول أن هذه الخلية مثلا مصابة بعدوى بكتيري، مثلا دخلت إليها بكتيريا إلى الداخل، هكذا. ماذا سوف تقوم تلك الخلية؟ سوف تقوم تلك الخلية أول شيء بإرسال نوع من أنواع المواد الكيميائية
هذه المادة الكيميائية تسمى بالسيتوكين. هذا السيتوكين ماذا سوف يفعل؟ سوف يقوم بتحذير الخلايا القاتلة الطبيعية، حيث كأن هذه الخلية تقوم بطلب النجدة، يعني تقول أنني مصابة، قوموا بقتلي الآن. ماذا سوف تفعل هذه الخلايا الطبيعية؟ نقول أن هذه هي الآن خاصة بنا، سوف تأتي إلى مكان حدوث العدوى أو مكان الخلايا المصابة، سوف تفرز خلايا كيميائية خاصة. هذه الخلايا الكيميائية سوف تتوضع على سطح تلك الخلايا، وسوف تحدث لها ثقوب على مستوى الجدار الخاص بها، وبالتالي سوف تموت بالصدمة الحلولية. إذن هذا هو يعني غالبا هذا هو دور الخلايا القاتلة الطبيعية في موت الخلايا المبرمجة أو أبوبتوزيس باللغة الإنجليزية. نذهب إلى ثالث نوع من الخلايا، وهو تي، الخلايا التائية أو خلية تي. إذن كما ذكرنا في الخلايا تي فهي تكون يعني إفكتورز أو خلايا مؤثرة أكثر من أنها تكون خلايا يعني تكون خلايا مؤثرة أكثر من أن تكون خلايا تقوم بإزالة الكائنات الضارة. كيف؟ تلك الخلايا المؤثرة إما مثلا تكون تي أش تي هابر أو تي أش دو تو. كيف ذلك؟ مثلا تي أش تي أش دو سوف تقوم بتحفيز الخلايا البائية لتصبح بلازموسيت، الخلايا البلازمية، بالتالي سوف تنتج لنا الأنتي بودي تقوم يعني بدفع تلك الخلايا. إذن تي أش هالبر تي هالبر 1 تقوم بتحفيز الخلايا التائية بري سيتوتوكسيك، يعني الخلية قبل ما تنضج، أما قبل يعني أنا غير ناضجة، سوف تقوم بتحفيز هذه الخلايا وتصبح تي سيتوتوكسيك أو خلايا سامة، أي أنها سوف تدخل هكذا مباشرة في إزالة ذلك الكائن الضار، يعني أنها تكون مؤثرة أكثر من تكون أكثر يعني أنها مؤثرة تلعب دور مؤثرة. مثلا سوف تقوم بإرسال أيضا أنواع من السيتوكينات والأنترلوكين وغيرها من المواد الكيميائية الأخرى لتقوم بتحفيز الخلايا الأخرى المناعية إما بالتمايز أو التكاثر. إذن كان هذا كل شيء للجزء الثالث من سلسلة دروس المناعة. أتمنى يكون فاتكم هذا الفيديو، تابعونا في الجزء الرابع إن شاء الله من هذه السلسلة. إلى اللقاء في فيديو آخر، لا تنسوا الاشتراك.